بسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. النهارده 21 هطور. طبعا انتوا حفظتوا بقى كل 21 من شهر القبطي بنحتفل بتذكار العذراء بنتشفع بيها. النهارده كل البيوت بتقول العذراء اكسيه يعني مستحقه، وبنرفع عنينا ونقول لها يا عذراء اشفعي في البيوت واشفعي في بلدنا واشفعي في كنيستنا. النهارده كمان الكنيسه بتحتفل بنياحه القديس يوحنا التبيسي من اسيوط، ده احد الاباء الرهبنه في جبل اسيوط. وبتحتفل كمان بنياحه القديس ايروريوس العجيبي. القديس ايروريوس العجيبي ده احد الاباء الكبدوك الكبار الكبدوكيا، وسموه عجيبي مش بس علشان المعجزات اللي عملها، شفاء مرضى واخراج شياطين، لا، لانه عمل معجزه كبيره جدا. هو اترسم اسقف على مدينه قيصريه وكان فيها 17 مسيحي بس، والباقي المدينه كلها وثنيا. حتى وقتها يعني قالوا يعني ايه، يعني انت راجل يعني كان لاهوتي ومفكر، قالوا يعني هتروح عشان 17؟ المعجزه بقى انه خلى كل قيصريه مسيحيه، ودي معجزه، عشان كده بيسموه عجيبي، لان الاعجوبه هنا انه استطاع ان يغير نفوس كل قيصريه. قديس زابيل فهم يقول كده، هو يقول اتريد ان تعرفوا معجزه عظيمه جدا، تغيير النفس، وده حقيقه يعني، ودي اصعب حاجه. النهارده كمان بنحتفل بنياحه البابا قزمة او قزمان ال 54، وهو احد الاباء القديسين اللي عاشوا وتألموا الام قويه جدا في عصر العباسيين. كلمتكم انا على عصر العباسيين فتره. هو بعد نياحه البابا ميخائيل الثاني، والبابا ميخائيل الثاني ده ما عادش على الكرسي الا سنه واحده، وقصته غريبه جدا. هو اترسم بطرك وكان بيحب الوحده قوي وكان بيبكي وهو بيترسم، وبعد كده قال لربنا يعني انا يعني عايز ابقى راهب. المهم بقى بطرك ما استحملش بقى، الوالي كان عمال يضغط عليه علشان يجيب الجزيه وضغط عليه، فراح لربنا قال له بص يا رب انا مش مستحمل، لا قادر اواجه ده، وانا اصلا بتاع صلاه وبتاع وحده، ما تاخدني بقى. فربنا خده، قعد سنه على الكرسي المرقصي، والكنيسه كلها اجتمعت على انها تروح لراهب في دير ابو مقار اسمه الراهب قزمه او قزمان، واختاروه يكون البطرك. اترسم وقتها حصلت حاجه مش لطيفه. وقتها هو كان اترسم سنه 849، وقتها كان الخليفة المعتصم، الخليفة المتوكل ابن المعتصم ابن هارون، ده كلهم عباسيين، المتوكل ابن المعتصم ابن هارون اللي هو كان خليفة من سنة 847 لسنة 861. بالمناسبة المتوكل ده ابنه قتله، ابنه استخباله ورا ستارة في وسط العشاء وراح قتله، تاريخ كله كده. كان في ولي على اسكندريه، انتوا عارفين ان البابا الكرسي بتاعه اسكندريه، وفي الفتره دي بقى عند البابا قزمان اتغير الكرسي من اسكندريه للقاهره عشان الحادثه اللي هقولها دي بقى. ولي اسكندريه كان موجود وقتها، كان في عيد لمرمينا، وكانت مرمينا لسه في الوقت ده، فاكرين في 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 ليله مرمينا استشهاد مرمينا اتكلمنا على ان كان في مدينه ضخمه لحد وقت العباسيين كانت موجودة، مدينة اسمها مدينة مرمينة، دير ضخم وناس سكنة وحياة وزوار، وكان وقتها الصدقات والتبرعات اللي بتتقدم في عيد مرمينة كان البابا بياخدها وبيصرف بيها على كل كنائس مصر، يعني قد كده كان احتفال ضخم وقد كده الناس كانت بتتبرع. وكان مرمينة يعني في طبعا يعني شفيع كبير، فكانوا الناس اللي عليهم أرواح نجسة يجي عائلاتهم دي تجيبهم وتروح عند مرمينة يصلوا ربنا يخرج الأرواح النجسة بشفاعة مرمينة. كان في اتنين عليهم أرواح نجسة، وبعدين هم
يعني كانوا حابين ربنا يخلصهم، فراحوا دخلوا المدينة دي وراحوا دخلوا الدير. الأرواح النجسة اللي فيهم هاجت، مسكوا في بعض، ضربوا بعض، واحد قتل التاني. هاجت الدنيا وراح الوالي اتدخل. الوالي دخل قالوا له الحق، ده في أحداث بتحصل في مريمينا. إيه اللي خلى الوالي اتدخل بقى؟ لأن في الوقت ده كانت بدايات ثورة البشماريين في بحري، فهم كانوا بقى العباسيين قلقانين من ان الاقباط يتجمعوا يعملوا ثوره يحصل تاني، لان حصل ان ثوره البشمريين فيما بعد دي كانت عنيفه جدا، وقعدت الثوره دي فتره. بالمناسبه ثوره البشمريين ما كانش اقباط بس، كانوا اقباط وعرب. المهم انه فراح جري بسرعه الوالي علشان خاف لحسن يحصل الزيطه دي، في ناس اتقتلت، خاف لحسن تحصل ثوره. فبص لقى مدينة ضخمة وفلوس، فراح مسك البابا قال له عايز الفلوس. قال له فلوس ايه؟ قال له فلوس بتاعة الدير ده. وراح سجن البابا وقال له ادفع كل اللي عندك، وعذب البابا. المهم ان هو اتسجن، فالدير راح اخد الفلوس وداها للوالي بتاع اسكندرية وخرج البابا. لكن الوالي بقى ده انبسط بالقصة، ان كل ما هسجن البابا يجيبه فلوس، فراح قال للبابا ما تخرجش بره دار البطريركية في اسكندرية الا بامري. عشان ايه؟ علشان خايف لحسن هو ياخد الفلوس ويهربها، وحط له بقى جنود بتحرسه عشان اي فلوس تخش الكنيسة ياخدها، عارفش فلوس الكنائس عاملة لهم ايه. المهم فحصل وقتها اتنين كانوا عند الوالي بتاع مصر، الوالي الكبير يعني في القاهرة، اتنين اقباط كانوا بيشتغلوا في الديوان. فوقتها اتدخلوا عند الوالي وقالوا له ممكن تمضي على قرار نقل دار البطريركية من اسكندرية للقاهرة؟ طبعا دفعوا الاتنين دول، فالوالي مضى ان ينقل البابا قزمان وتنقل دار الكاتدرائية الكنسية من اسكندرية للقاهرة. ده كله عشان يحصل ايه بقى؟ عشان يهرب البابا من تحت ايد والي اسكندرية الشرس قوي ده. وفعلا وروا له امر الخليفة والوالي، فراح ما قدرش يتكلم واتنقل البابا من اسكندرية للقاهرة. ومن هنا من وقت الفترة دي اصبح بقى دايما اصبح الكرسي البطريركي اسمه كرسي الاسكندرية، لكن مقر البابا هنا في القاهرة. وابتدت تتنقل من مكان لمكان، يعني المعلقة فترة، وبعد كده حارة الروم فترة، زويلة فترة، وبعدين المرقصية القديمة، وبعد كده الكاتدرائية اللي موجودة فيها النهاردة المقر البابا. الفترة دي كانت فترة صعبة جدا. المتوكل ده أمر بهدم كنايس مصر كلها، وأن يمنع الأقباط من الاحتفال بالتناصير، وتمنع احتفالات الزواج. الجواز كان يحصل بالليل في السر ولا يرفع صليب. وعلشان يزيد في الألم خلى أعيان الأقباط تلبس جلاليب فيها رقعة عسلي، والرقعة تبقى أربع قراريط. وده المتوكل، كلمتكم قبل كده عن المتوكل ده، إنه خلى الأقباط تحط على العتبة العليا بتاعت البيوت بتاعتها تمثال نسناس أو قرد أو كلب، علامة على ان دولم يعني ان احنا حاجة اقل يعني. فشيء صعب جدا جدا عاشوا البابا قزمان، لكن احتمل واحتملت الاقباط واحتملت الكنيسة وعبرت الايام الصعبة دي، وعبرت وصارت الكنيسة في اقوى حال. العصر ده بقى البابا قزمان تبادل الرسائل مع بطرك انطاكيا، واتفقوا ان الايمان واحد، وصار من القرن ده ان 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 اتفاق كنيسة اسكندرية وكنيسة انطاكيا ايمان واحد، ولم ينتهي هذا الاتفاق، نشكر الله طبعا. فالعصر ده كمان حصل حاجة اسمها حرب الايقونات، اللي هي بيسموها في تاريخ العالم الايقونوكليزم. الايقونوكليزم دي معناها ازمة الايقونات. حصل ايه؟ تحت تأثير
العرب اللي عملوا فتوحات في منطقة أوروبا وفي الأندلس وفي المنطقة دي، وكانوا بيستهجنوا فكرة الأيقونة والتصوير وكلام من ده. وتحت كمان ضعف إيمان أوروبا بقى في القرون دي، ابتدى الإمبراطور بتاع القسطنطينية يقول أيوة مفيش حاجة اسمها أيقونات ولا تماثيل مسيحية، وراح أصدر أمر بإزالة كل الأيقونات من الكنائس وحرقها، متخيلين يعني. وراح أعلن الكلام ده، لما أعلن الحكاية دي ابتدت كمان مصر تتأثر. جه الخليفة راح قال ده في القسطنطينية عمل كذا، انتوا كمان مفيش حاجة زي كده. اليوم اللي أصدر فيه أصدرت فيه أوامر إن مبقاش فيه أيقونات في الكنائس، أيقونة العذراء نزل الدم، ويقولوا إن وقتها أيقونات الكنيسة بتاعة الكاتدرائية كلها دمعت. تصور، خلى البابا قزمان أو بابا قزمة راح بعت رسالة لإمبراطور قسطنطينية قالوا ليه عملت كده؟ أنا أقول لك يعني إيه أيقونات. وفعلاً إنه في النهاية اقتنع الإمبراطور ورجع الأيقونات. الأيقونات حصل لها مرة تانية نوع من أنواع الهجوم عليهم كمان، وده كان في بعد 50 سنة. وبعدين بعد ظهور البروتستانت في أوروبا في القرن 16 حصل برضه هجوم على الأيقونات، ودخلوا حرقوا كنائس وحرقوا أيقونات وحرقوا كنائس كلها كمان بهجمات البروتستانت. لكن قدرت الكنيسة أنها تحتوي الفكرة دي. الأيقونة في كنيستنا ليها عمق مهم جدا، وده اللي كتب بابا قزمان للإمبراطور. يقول كده بولس الرسول: لنا سحابة من الشهود هذه محيطة بنا نطرح عنها ثقل الخطية. الأيقونة بتبين سحابة الشهود. هو سحابة يعني ايه؟ شيء مرسوم. وكلمة أيقونة أول ذكر ليها لما ربنا خلق الإنسان، قال نخلق الإنسان على صورتنا الأيقونة. فالإنسانية أيقونة الله، أننا مخلوقين على صورته. وكان السقوط هو تشوه لهذه الصورة، عشان كده الأيقونات مش مجرد حبر ورق، مش مجرد ألوان مخلوطة، لكن الأيقونة هي روح. عشان كده مايكل أنجلو يقول أن الفنان يرسم بعقله وليس بإيده، في رؤية في روح. والفيلسوف كانت يقول كده، هو يقول العاطفة بدون رؤية الصورة تكون عاطفة عمياء، ورؤية الصورة دون عاطفة تكون جافة. يعني لما نحب حاجة من غير ما نشوفها تبقى عاطفة عمياء، ولما نشوف حاجة من غير ما نحبها شيء جاف. عشان كده نحن نرى الأيقونة ونتبادل مع روح الأيقونة حب. البابا أثناسيوس يقول: من لا يكرم الأيقونة لا يكرم الذي يمثله. هكذا حينما نكرم الإمبراطور وصوره، يعني يقول إذا كنا بنكرم إمبراطور وصوره وبنقول ده مكرم، القديسين بنفس الصورة. أما مقاري يقول: النفس أضاعت صورتها حينما خلفت الوصية. الصورة الأيقونة، عشان كده الأيقونة رمز وتعبير لحقيقة روحية، ما هوش مجرد ألوان، لكن الأيقونة فكرة. عشان كده الأيقونة ليها عمق قوي جدا. يجي بقى حد يقول إيه؟ يقول بس الوصية تقول لا تعبدوه، ما تخليش فيه تمثال. وأقول لك الوصية بتقول ما تعبدهاش، نحن لا نعبد أيقونة ولا تماثيل أبدا، بدليل إن الوصية اللي قالت لا يكن صورة ولا تمثال تعبدهم، هو ربنا اللي قال لموسى النبي إنه يرسم على
الجدار بتاع خيمة الاجتماع يرسم شكل السرافيم والشروبيم، وهو هو اللي قال له يعمل ملاك كبير ده تمثال ملاك بجناحينه اللي هو الكروبيم المظلل اللي فوق تابوت العهد. يتناقض؟ لا، هو قال ان ده علشان يذكرك ان دي السماء، عشان كده قال له لونه يبقى شكله سماوي ويبقى له شكل كذا، والكروبيم التمثال الكروبيم ده اللي فوق التابوت العهد عشان نفهم ان ده هو هو العرش اللي يحمله الشروبيم. اذن القضية في انه العبادة، مين قال احنا بنقدم عبادة؟ لما ربنا ظهر لموسى النبي مش ظهر له من خلال ايقونة؟ هو العليقة المشتعلة بالنار دي مش ده شكل مجسم؟ ولما ربنا قال له اعمل قدس الاقداس ورسمه له، دي مش ايقونة؟ وفي الكنيسة الاولى الكنيسة احتفظت بفكرة الايقونة، بس كان في بداية الكنيسة الأولى كانوا في بيسموها كنيسة السراديب في روما وفي أوروبا، كانت الكنائس تحت الأرض في السراديب، وجدوا نقوش بس كانت في البداية حاجات سامبل، يعني مجرد أنهم يعملوا بس كده عنقود العنب عشان الإفخارستية والطاووس علامة القيامة، ويعملوا منظر ورق الشجر علامة الحياة، ويعملوا شكل الصليب اللي واخد شكل كده معين، ويعملوا السمكة علامة الحياة. وجدوا كمان في كنيسة السراديب اللي في القرن الأول والثاني، وجدوا صورة المسيح الراعي، وجدوا صورة كمان للمسيح الجالس على العرش. والتاريخ يقول لنا أن ماري لوقا رسم أيقونة للعذراء. إذن الكنيسة استلمت أيقونات، وانتشرت الايقونات بعد ما امبراطور قسطنطين سمح ببناء الكنائس، فابتدى الفنانين يتباروا كيف يضعوا لمسات الروحانية في ملامح القديسين. عشان كده لما حصل وقت الامبراطور لاون الثالث تحطيم الايقونات اللي كلمتكم عنه سنة 726، هو ما كانش فاهم يعني ايه ايقونة، وكان متخيل ان ده نتيجة زي ما قلت لكم فكر العرب ونتيجة بعض الافكار المتطرفة اللي حصلت وقتها، انه افتخيل ان ده نوع من انواع العبادة يعني. عشان كده الشعب نفسه رفض وهاج، والكنيسة اجتمعت وعملت مجمع وقالت الايقونات مقدسة. وقتها قعدت الامبراطورة إيريني وده عملت مجمع وقالت الكنيسة قولي رأيك، قالت رأيها وفرضت الامبراطورة إيريني وقتها الكلام ده. وجي بعد من ليون الخامس اعلن حرب الايقونات مرة تاني، لكنه برضو الكنيسة وقفت وقالت له ان الكلام ده مش مظبوط. الايقونة عظة صامتة، كرازة لكل من لا يعرف ان يقرأ، ولكل عمر من الاعمار. الطفل الصغير يشوف الايقونة يقول ماما العذراء. الانسان اللي مش مثقف ينظر الايقونة يقرأ معجزة، لما يشوف مثلا المسيح أيقونة المسيح وهو بيشبع المعجزات يقرأ معجزة. عشان كده في حاجة اسمها علم الأيقونوغرافيا. الأيقونوغرافيا يعني علم قراءة الأيقونة. العلم ده ازاي تتقرى الأيقونة؟ الأيقونة ليها عمق روحي، قرايتها بتعكس تاريخ وتعكس روحانية وتعكس فكر كتاب مقدس. يعني مثلا الأيقونة بتاعت العذراء وهي شايل المسيح، وإحدى فردة حذائه الشمال مفكوكة واليمين مربوطة، ده يقول رسم الأيقونة المفكوكة دي العهد القديم اللي خلاص انحل، والمربوطة ده العهد الجديد. لطيفة قوي. تقول لي طب ليش معنى الحذاء؟ اقول لك عشان الآية بتقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. ايه ده؟ عمق. ويجوا يعملوا حاجة لطيفة جدا، ان الكنيسة استخدمت الايقونة عشان تثبت فكرة ايمانية. يعني مثلا في اضيفت لايقونة المسيح اللي هو جالس على العرش في الهالة بتاعته
حرف الألفا والأوميجا بعد أريوس. ليه؟ عشان كده تقول المسيح هو البداية والنهاية، هو الإله الأزلي الأبدي. وتيجي بعد مستور وعملت أيقونة المسيح جوه أحشاء العذراء متجسد، وعملت بعد مستور على رداء العذراء حطت ثلاث نجوم وثلاثة بس. خلي بالكم ليش معنى تقول عشان العذراء ظلت بتولة أثناء الحبل وقبل الحبل وبعد الحبل، عشان كده عملت ثلاث أيقونات ثلاث نجوم علامة البتولية الدايمة. نقرا أيقونة. قراية الأيقونة دي مش محتاجة لشخص مثقف ولا حد بيعرف يقرا ويكتب، الشعب كله يقرا أيقونة ويفضل علاقة بين الشخص وبين الأيقونة. يحكوا على إني في 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 بلغاريا كان في قديس رسام اسمه سيدوسيوس، كان وقتها ملك بلغاريا مش قادر يؤمن بالمسيح، بيكلمه كتير هو مخه مش جايب يعني، فراح جاله على أكبر حيطة في القصر ورسم له أيقونة كبيرة. الأيقونة دي عامل المسيح قاعد على العرش، وحط بقى العهد القديم كله، كل نبي من الأنبياء في العهد القديم وكل تاريخ العهد من أول آدم وحواء لما سقطوا لحد التجسد، وبعد كده عمل أحداث التجسد، وبعد كده عمل أحداث السيد المسيح بمعجزاته، وقال له تعالى هو ده اللي حصل. تستغرب يقولوا أنه الأيقونة دي خلته يؤمن وآمن وقتها ملك بلغاريا. مايكل أنجلو مرة عمل تمثال لموسى النبي، ومن كتر ما هو حس ان التمثال ده ما هواش مجرد حجر، يقولوا ان بعد ما عمله وبصله كده هو راح ركع على رجليه ومسك في رجل موسى النبي وقال له ارجوك انت فاضلك روح. الايقونة مش والوان، مش مجرد حاجة على الحجر، لكن دي روح حقيقية. عشان كده يجي الفن القبطي ويعمل يقول فن رمزي، فيجي الفنان القبطي رسم ايه بقى، ما اهتمش بالزغرفة، رسم ان القديس يحط راسه كبيرة والجزء بتاعه صغير. عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان عمق الروح وعمق الفكر اعلى من الجسد، ويخلي عينين القديس واسعة لانه يستطيع ان يرى الملكوت، وودانه كبيرة عشان بيسمع الله، ايديه كبيرة عشان بتصلي، ويخلي فمه صغير ومناخيره صغيرة عشان يقول لم يكن يتكلم كثيرا، والحواس بتاعته ما كانتش ليها صورة العالم. قديس. نرى الايقونة، نسمع عظة ونشوف عظة. عشان كده ما هياش مجرد حبر ورق. وتيجي تقوص الكنيسة تحط الأيقونة جوه تقوصها، نعمل ايه بقى؟ عند القيامة عند الصليب نزف أيقونة الصليب، فالعينين ترى تحتوى تلك الصورة. هو احنا بنشوف ازاي؟ انا عينيا بتقع على الأيقونة او على الصورة ايا كان، او على الشخص، تروح داخلة جوه مخي الصورة، اتفاعل معاها كيانيا في الداخل من خلال عيني. الحواس كده، انا بسمع وبرى وبشم وبتذوق، بيخش جوه كياني انا ده. عشان كده نحن تترسخ في داخلنا الذكريات صور. انا بتخيل لما اكون انا عشت حاجة تيجي في ذهني صورة، لما بقرا قصة اتخيل صورة، لما حد يحكي لي حاجة اتخيل صورة. فالكنيسة سهلت عليا، حاطت الايقونة علشان بدل ما انا اتخيل من لا شيء اضع امام عيني صورة تخش جوه ذهن الايقونة، تترك اثر في داخلي اتفاعل معاه. فالكنيسة تقول بقى في وقت الصليب هنزف ايقونة الصليب، وتيجي عند القيامة نزف ايقونة القيامة، وتقول بقى طقوس لطيفة أو تتزف جوه الهيكل عشان السماء، ونيجي في أبو غلامسيس نجيب القديسين كلهم في أبو غلامسيس علشان المسيح أقام القديسين ودخلهم الفردوس.
ونيجي نعمل طقس كده نقول عند الصعود هنزفها بس الأيقونة القيامة جوه المذبح علامة انه دخل السماء. الأيقونة ليها دور، ليها دور. منساش مرة كنت بخدم في أوروبا في الدنمارك، وبعدين كنت عايز أعمل كنيسة قبطية يعني حتى في وسط أوروبا، فجبت أيقونات بتاعة الكنيسة من برا من مصر، أيقونات قبطية أنا كنت عايز أعملها كلها قبطي. وبعدين عندي كانت الشرقية ضخمة أو 12 متر في 8 متر عايز أرسمها قبطي، فقالوا لي هنعملها إزاي دي، هنجيبها لك إزاي من مصر؟ فقلت لهم هاتوا أي فنان عندكم وأنا هقول له إزاي يرسم قبطي إيه. جابوا لي فنان بولندي ملحد. قالوا لي لقيناه، فقعدت افهمه، قعدت الاول يعني في قعدتين افهمه يعني ايه فن قبطي وايه شكل الفن القبطي واوري له ايقونات. قلت له انا عايز ارسم ده واعمل كده، اعمل المسيح قاعد على العرش واعمل حواليه 24 قسيس. قال لي يعني ايه؟ فجبت له صور وقلت له عايز اعمل كائنات زي كده. المهم لانه هو ملحد ما يعرفش المسيح، ما يعرفش الكلام اللي بنقوله ده، فكنت بقعد قدام منه وهو يرسم كل حاجه واقول له لازم، واحنا بنرسم الفن القبطي كتف المسيح يبقى عالي لانه ملك وبيمسك في ايده الكره الارضيه، والمسيح لابد ان يكون في صوره الملك لانه ملك، وبيكون المسيح معاه قضيب على انه هو الملك وحواليه كائنات. فكان هو بقعد معاه 18 ساعه، فكان يقعد يسالني ده معناها ايه، ده معناه ايه، فانا بحكي له يعني ايه سما، يعني ايه شاروبيم وسرافيم، ال24 قسيس دول بيرمزوا لايه، التلاميذ اللي حوالين العرش دول ليه، القديسين دول ليه، ان هو رسم بقى قديسين وصحب وكلام من ده. بعد شهر وهو فوق السقاله بيرسم ارتبط قوي بايقونه المسيح اللي رسمها، لدرجه انه بقى كل يوم بعد ما كملت ولسه ما خلصت شغله يعني في بقيه الايقونات، بقى يخرج من الكنيسه بظهره وهو على الباب يقول له باي جيسوس اي كامينج تومورو وتني، يعني انا بكره هاجي استناني. وبعد ما خلص الكنيسه كلها ملحد غاب شهر ورجع اتصل بي قال لي انا عايزك ضروري. قلت له خير؟ قال لي انا مش عارف انام، مش عارف اعيش. قلت له ليه؟ قال لي قبل ما ارسم الايقونه، قبل ما ارسم الكنيسه كانت حياتي عاديه، عايش عادي، انا حاسس ان في حاجه ناقصاني. فقلت له ناقصك بقى هو الايمان باللي انت ارتبطت بيه ده. قال لي يعني ايه؟ قلت له انت جوه منك جسد ونفس وروح، روحك ما بتعيش الا بالله. وابتديت اتكلم عن ربنا وامن بالمسيح. الايقونه عظم، لله كل المجد وكرامه الابد، امين.